شكرا. كان اخترت لنا مقطوعة أطول، مستمتعين يعني معك الياس للمرات الجاي. الياس نمري معنا من داخل الاستوديو، أقول شكرا على حضورك معنا ومشاركتنا بهذا الاحتفال بمرور 3 سنوات على عمر البرنامج، وأهلا وسهلا فيك. تسلمي، شكرا للاستضافة وألف مبروك. شكرا لك. ان شاء الله لقدام كمان الاستمرارية معك تضل كمان ان شاء الله. الياس، يمكن السؤال الأول بدي أسألك يا ليش اخترت آلة الجيتار بالتحديد؟ يعني كيف بدت قصتك مع آلة الجيتار؟ هي القصة بس من التلفزيون، يعني أنا كنت كتير أشوف هاي الآلة تتردد على عيني يعني كتير، فما بعرف حبيتها يعني. بديت من عمر صغير؟ تردد يعني بس. بديت من عمر صغير تتدرب؟ يعني تقريبا يعني من وأنا 15 سنة، يعني مش كبير ولا صغير يعني، خليني أحكي. 15 سنة عمر متوسط، في ناس مرات بيبدوا من 5-6 سنين يتدربوا على الآلة. كان صعب البداية إنك تتعلم آلة جيتار بهذا العمر؟ أكيد صعب، كل آلة صعبة يعني، أي شيء جديد في حياة الواحد بيستصعب منها يعني أكيد. يعني من 15 سنة بديت وهلأ عمرك تقريباً 25 سنة، فعم نحكي عن 10 سنين. صحيح. كيف عم تشتغل على حالك؟ هل التزمت فقط في أنك تروح تتدرب أو تأخذ حصص، أو كيف اليوم كمان أنت عم تشتغل على حالك مع هاي الآلة؟ أكيد في يعني خلينا نحكي جهتين في الموضوع يعني، إشي لحالك وإشي مع ناس. يعني أنت لازم برضه تأخذي خبرات الناس التانية، بدك تختلطي مع موسيقيين وكذا وناس بتعزف نفس الآلة بتعزفيها، فمنه جانب انت لحالك بتطوري حالك، ومنه مع الناس الثانيه يعني بتصير تاخذي من هون ومن هون. في خبرات موجوده يعني عندنا في البلد. في حلو. تقريبا يعني كل يوم لازم انت والجيتار تقعد معه. الناس بتقول مرات انه الآلة بتصير صديق الشخص، صديق العازف. فانت يعني كيف بيكون، يعني اذا بدك توصف لنا اسبوع بتعيشه الجيتار وين بيكون فيه؟ اي مكان يعني بالنسبه لي يعني. يوميا بتعزف على الجيتار؟ يوميا لازم. طيب احكي لي، ايش في عندك مشاريع خاصه بتفكر فيها، او ايش عم تشتغل عشان كمان تطور هذا الشيء اللي عندك؟ هل بتفكر في هذا الجانب ولا بتحس انه بدري؟ لا مش بدري، بالعكس يعني الواحد لازم يجرب شغلات جديده، مش بس الواحد يتدرب وخلص يعني. يعني انا بفكر بالنسبه لي بحب يكون في فرقه، اعزف مع فرقه. يعني ممكن لقدام الفرقة هي اللي تكون في بالي بالأول يعني. نعتبر أنك غششتنا يعني؟ يعني شوي. الياس رح تكون معنا حاضر ضيف في الاستوديو، رح نرجع لك بعد هالفقرة، وسعيدين جدا في وجودك معنا. ويمكن الياس يعني هو كأنه عم بضوي لنا على نافذة كانت دائما حاضرة معنا من داخل الاستوديو. عشرات، وبثقة بقول أنه مئات الشباب اللي زاروا الاستوديو الله يصبحكم بالخير خلال ال3 سنوات، حاولنا دائما نكون يد داعمة ومساندة لكثير من الطاقات الموجودة عندنا في البلد، وهي دعوة بتتجدد مع 3 سنوات الله يصبحكم بالخير. بنجدد دعوتنا ونداءنا لكل الشباب الموهوبين، لكل الشباب والمجموعات الشبابية الموجودة، وأكيد الطاقات حتى في فئات مختلفة في المجتمع. خلينا ننتقل لخبر يعني التقطناه، خبر عن أغنى المطربين العرب. أصدرت صحيفة The Arab Business ومجلة ليموند الفرنسية قائمة بأغنى 10 مطربين عرب في العالم في عام 2015، من خلال معرفة ثروة كل فنان بحسب أجره في الحفلات وعدد الحفلات اللي أحياها. والأقل حظا من بين 11 فنان كان الفنان قاسم الساهر، تقدر ثروته في 22 مليون دولار اللي أصدر خلالها 25 ألبوم وبيقوم بتلحين جميع الأغاني بنفسه. تصدر رأس القائمة الفنانة أحلام، تتجاوز ثروتها حاجز 50 مليون دولار، ومعظم أموالها مستثمرة في العقارات والقصور اللي بتمتلكها في لندن والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات. كما أن ثروتها، وهذا الموضوع أكيد الناس عارفينه، تقدر في الجواهر الثمينة في 20 مليون دولار. هذا الخبر إذن عن أغنى نجوم العرب، ولكن بنقول كمان أنه خاصة عم نحكي عن أحلام في الفن الخليجي، ونحكي عن كاظم الساهر في الفن العراقي أيضا. أسسوا مدارس كتير مهمة، وكمان في رصيدهم في كتير ناس ومعجبين وقاعدة شعبية أيضا، هاي كمان تعد ثروة ثمينة لإلهم. ننتقل إلى خبر آخر. مر أسبوع على إطلاق ويندوز 10، ومنذ ذلك الحين نسمع أخبار حول خطر اختراقه لخصوصية المستخدمين، ولا يعد هذا استثناء، فقد نوهت صحيفة The Independent
إلى أن نظام مايكروسوفت الجديد يقوم بشكل تلقائي بإرسال تقرير مفصل للوالدين عن نشاطات أبنائهم على الإنترنت عند قيامهم بفتح حساب عائلي على الحاسوب، يعني مصيبة زي ما نقول. بالطبع أيضا بإمكان الأشخاص إيقاف هذه الميزة، لكن هل ستكون هذه العملية كافية أم أن مايكروسوفت ستتوقف عن إرسال المعلومات إلى الوالدين مع الاستمرار في جمعها كرصيد خاص للشركة؟ والآن ينتظر من مايكروسوفت، كما قرأنا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي عالمية، ينتظر من شركة مايكروسوفت الإجابة على مخاوف المستخدمين حول خصوصيتهم. إذن يعني هذا موضوع اليوم شائك لكل المهتمين في جانب التكنولوجيا وفي تطور أيضا هذه الأنظمة المختلفة. على المستوى المحلي ما زالت أغنية بيرجي وينك حاضرة، تحتل أيضا يعني صدى على مواقع التواصل الاجتماعي، بيرددها كثير من الشباب والصبايا. أغنية بيرجي وينك اللي تم تصويرها في مناطق فلسطينية مختلفة، وبشكل أساسي هي أداء وكلمات مي مراد، فرقة من فلسطينيين وأيضا من شباب من كندا وأستراليا، تأسست عام 2013. خلينا نشوف الأغنية.